ما لم تستطع عليه أمانة بغداد استطاعت عليه مجموعة من المتظاهرين الذين عكسوا صورة واضحة لسلميتهم التي تمثلت في إيجاد حلول ذاتية لبعض المشاكل وتلبية جزء من مطالبهم. افتتاح نفق التحرير التجاري المهمل لفترة ناهزت 20 عاما، تنظيف وترميم وتجهيز كهربائي، رافقتها رسوم هادفة، كلها عكست صورة التظاهرة المستمرة في بغداد. شباب جود هي، لانه صارت ضغوطات عليها، فهي من نفسها اصلا من ذاتها بدون 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 اي دعم، يعني شخص من ذاته. فاحنا ماتين صرنا 11 يوم هنا، نظفنا وكنسنا وغسلنا واشترينا مواد على حسابنا وما طلبنا من احد، والولد همتين ما قصروا. كنت فوت منها كانت عبارة عن خرابة كلها أوساخ، وكانت الريحة ما طيبة، يعني كانت هنا يعني متروكة يعني. فمجموعة شباب اليوم الصبح كانوا يبدون هنا ينظفون يسوون، فكانوا هم اللي يشتغلون هنا لوحات، فقالوا تحت يعني اكو مكان تقدرون ترسمون تساعدونا بشيء، فاحنا فرحنا ان نقدر نغير هذا المكان من هاي الحالة لحالة احسن، وبلدنا يعني بلدنا يستاهل هالشيء. تجلت مطالب المساهمين في ترميم هذا النفق في لو وزعت المواطنين بمردود مالي يعود لخزين الدولة، خصوصا أصحاب البسطيات الذين منعوا من البيع في الطرقات، فلو وزعت هذه المحال كبديل لما منعوا منه لما عانوا البطالة التي أفقرتهم. احنا نطالب من أمانة بغداد أنها يستثمروها الشباب دولة البسطيات، يستثمروا دولة البسطيات خطية على باب الله، بصعب العوائل وبصعب الشهداء، وما عندهم ايجارات ياجرون الشهر مليونين ومليون ونص. هاي هنا جاي لفوها وتعبوها عليها وسوها، واحنا تشوف قدامك اخبار عالي. تكبت الطاقات تولد الابداعات الفكريه اضافه للحلول الانيه. هذا المشروع ذو نفع لكلا الطرفين، فالمواطن يجد حلولا لمشكله البطاله المتجدده، والحكومه تسد حاجه المواطن ايضا وتنتفع من المردود المالي المستقطع من دخل المستاجرين. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.